تفضل يا مهدي. أولا أنا شيعي، بس للتوضيح أنا بعترف بالخلفاء أن عمر هو الخليفة الأولى وأبو بكر، عفوا، أبو بكر الخليفة الأولى وعمر هو الخليفة الثاني، وعلي هو أيضا من الخلفاء، وبتفق معك بكتير أشياء بتقولها. وكمان بس لنوضح الحديث، أنه في كتير مشايخ من الشيعة بيطلعوا بيناقشوك، يعني ما فينا نعتبرهم انه هن اهل دين لانهم مشوهين سمعه الشيعه بكتير قصص. هيدي اتفق معك، بس انا مشكلتي بس بالضبط انه كيف فينا نقول عن علي رضي الله عنه واجه معاويه رضي الله عنه، وفي احاديث كتير عند الشيعه والسنه تنص انه علي مع الحق. في كتير احاديث عن النبي وارده في صحيح البخاري بس تتكلم عن أحقية علي، وعلي ما بيخرج إلا إذا كان معه حق. طيب أنا هون بس مشكلتي معك بشي واحد، إنه الخليفة الخامس اللي هو معاوية يعتبر شخص منيح بالنسبة لكم، وليش؟ شو السبب؟ هو خرج على أمير المؤمنين بذات نفسه، يعني هو خرج على خليفته واجهه بكتير قصص. كيف في أنا أعتبر هذا الشخص هو شخص منيح؟ انا عمر وابو بكر ما عندي ولا غلط عليهم، انا بالعكس بحبهم، انا اتردى عليهم، ولكن الشخص الاخير ما بقدر اتردى عليه لانه خرج على خليفته. حتى لو هذا الشخص خرج على عمر بن الخطاب كنت انا ما حاتقبله، لانه هذا الشخص خرج على وليه بنفس الزمن. بص يا استاذ، بدايه تعالى انا همشي معك، خلاص يعني انا همشي معك ونقول انه معاويه مش حلو. خلاص؟ طيب. هل يحق لي، الله عز وجل أعطاني إمامة، وأنا أعلم الذي أمامي أنه ليس رجل نعتبره منافق، نعتبره كافر، نعتبره مغتصب، نعتبره حارب الإمام علي بن أبي طالب، ولكن الله عز وجل أعطاني إمامة. هل ينفع أعطيها له؟ أم أحارب دونها؟ يعني أموت دونها؟ ما فهمت السؤال، عفوا. اديك اقول لك حاجه تاني. انا وانت دلوقتي خلاص انت يعتبر اقنعتني ان معاويه انسان مش كويس، وما ينفع نقول الاثنين رضي الله عنهم، ماشي؟ خلاص، وان علي بن ابي طالب كما تقول انت ان علي بن ابي طالب مع الحق والحق مع علي، ومع ان اساسا الكلام ده فيه كلام، فانا مش هدخل فيه دلوقتي. ولكن خلاص علي بن ابي طالب تحارب مع معاويه، وعلي بن ابي طالب مات، ومعاوية هو أصبح اللي موجود الآن، وسدت الحكم أصبحت مع الحسن رضي الله عنه وأرضاه. الحسن رضي الله عنه وأرضاه الآن، هل نحن نثق فيه وفي آرائه أم لا؟ نعم نثق. حلو. لما سلم الخلافة لمعاوية، هل سلمها للرجل المنافق؟ هل يجوز لي أنا كرجل منصب من الله أو كالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسلم الخلافه لواحد منافق او واحد كافر؟ هون صرنا بشيء ثاني. هو ما سلم له الحكم، هو كان في حرب بينه وبينه، ووصلت لمحل انه يعملوا اتفاق، وهو بنص الاتفاق على مبدا انه من بعد ما يتوفى. لا، احنا مالناش دعوه بالبعديه، انا دلوقتي انا بديك اديت لك الامامه على اساس ان انت تتفضل تاخدها، واخد بالك، وبعد كده تجعلها شورى تاني. يعني بعد كده انا هسلمها لك دلوقتي وبعدين تجعلها شورى. لا، انا لو انا بسلمها لك، يعني انا الان وانا بسلمها لك، حتى وان كان الامر فيه مثلا نفاق او كفر او كلام، هل يجوز لي ان انا اسلمها لك؟ هلا هون انا معك، انا فهمت نقطتك، والشيء اللي عم تحكيه بطريقه كتير حلوه، انه هو الحسن سلم الخلافه، فمعاويه منه رجل منافق بالنسبه لنا. بس ما هي هون انا اذا بدي اجي اشوف الموضوع، هو ما اجى بايعه كمبايع، هو صار في حرب بيناتهم، وصلت لمحل انه انا اذا بدي اعمل هيدي الحرب حنأذي كثير عالم، والاسلام بوقتها حيضيع، فلا هخلي الحكم معه. طب يعني معلش، اخاف على اسلام مين اساسا؟ يعني انا دلوقتي اخاف على اسلام مين؟ هل اخاف على اسلام اللي معايا، ولا اخاف على اسلام اللي موجودين مع معاويه؟ على الاسلام تبع الاثنين، لانه طيب الاثنين مسلمين، يعني الاثنين مسلمين. صح. طيب، طب انا حاجي اسلم معك هون جدلا، انه هيدا انا ما عم اقول عنه منافق او عم اقول عنه
انسان منه منيح، بس هو لما خرج على امير المؤمنين بعصره، يعني عفوا على الخليفه بعصره، هذا الشيء كان غلط على معاويه. حتى في كثير مشايخ من اهل السنه تعترف انه هو هون اخطا، كان مخطئ، صحيح ولا لا؟ احنا دلوقتي احنا على فكره احنا مش في مساله مخطئ او مش مخطئ، نحن نتكلم على انك تترضى او لا تترضى. مش المساله مش مخطئ، ما اكيد. بص، اجمع اهل السنه على ان معاويه كان مخطئا لانه لم ياخذ براي علي بن ابي طالب، ده اجماع، خلاص انتهينا منه. لكن احنا بنتكلم طيب. دلوقتي انت بتتكلم في كفر وايمان وبتتكلم في نفاق. لا ما عم كفره انا ما تمام. عنه انت بتتكلم في ده، دي النقطه الاولى، يبقى انتهينا طيب. من النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، خلاص كان مع اخيه الحسن وكان صح. معاهم جيش لا باس به، صح؟ صح صح صح. طيب لماذا الاثنين لم يخوض القتال مع معاويه وفضل ان يسلموها لمعاويه؟ لانه صار في حرب بيناتهم ورفعت الصحف من قبل الاثنين. ما رفعت الصحف، ده الكلام ده اللي انتم بتقولوه ده في علي بن ابي طالب ومعاويه. هيدا اللي احنا كمان عنا بالسيره بين الامام الحسن وحربه بين معاويه، صار في خلاف بيناتهم وراحوا عملوا حرب، وصلوا لمحل انه صار الاثنين لما رفعوا الصحف بين الاثنين اللي كانوا مع الامام الحسن ما كانوا كتير، يعني كانوا هن اشخاص دخل الشك فيهم. طب انا هجيب لك من طريقه ثانيه. الان الحسن والحسين فضلا على ان يسالم معاويه على ان يقتل ما معهم من المسلمين، صح؟ طيب او يتقاتل المسلمون، صح ولا مش صح كده؟ فهمت انا كده صح؟ صح صح. حلو. طيب يبقى انت تحفظ الموقف بتاع الحسن والموقف بتاع الحسين امام معاويه. ولاحظ حاجه، أنا اسمعني بس اكمل بس اكمل المفهوم بتاعي، اكمل المفهوم بتاعي. يبقى اذا مع ان الحسن معه جيش ومع اخيه الحسين نفس الجيش، لان الاثنين اخوات نفس الجيش، ومع ذلك فضل الاثنين على ان يزعن لمعاويه ويسلم له الحكم فضلا عن الحرب، صح؟ صح. جميل قوي. لكن بشروط لكن يا باشا سيبك من الشروط دلوقتي، سيبك من الشروط دلوقتي. خلاص؟ طيب. وفي النهايه الاثنين سلموا لمعاويه زمام الامور، مقاليد الاسلام، دنيا ودين. حلو؟ خلاص. الان عندما توفي معاويه سلم الامر ليزيد. صح. ولم يفعلها شورى، انا كده ماشي صح؟ صح. انا هلا اسمعني بس عشان انا جاي في نقطة عايزك تسمعني فيها للآخر. صح. لماذا فضل الحسين ان يخرج ولو بعدد قليل على يزيد ومع ذلك كان معه عدد كثير ولم يخرج على معاوية؟ يبقى اذا هناك صح. فرق بين معاوية ويزيد، صح؟ صحيح صحيح. يبقى اذا هذه فضيلة لمن؟ لمعاوية. صح. يبقى اذا ارتضى بحكم معاوية ولم يرتضي بحكم يزيد. صح. يبقى اذا معاوية افضل من يزيد. اكيد افضل من يزيد. دي النقطة الثانية. طيب اتفضل. النقطة الثالثة، لو جبت لك من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه كان لا يعلم ان كان على الحق ام لا، انه حديث عن الامام علي انه ما كان معه حق هو او لا، لا يدري اكان معه الحق فيما اجتهد ام لا. طيب انا شيخ، بس لكون بس لاوضح بس شيخ. تفضل. انا اعتبر نفسي مسلم، وانا بكتير مواضيع بتعرف انت بوقت لما الواحد يكون شاب بفوتوا له شكوك بالاديان بربه، انا اخذت ايماني مبني من الطرفين، يعني ما انه مبني بس من الشيعة ابدا. انا في كتير مشايخ من السنة دايما بسمع لها، وانا بحب حضرتك في كتير نقاط تحكيها كتير حلوة. انا هون عندي مشكلة، اذا في احاديث كتير واردة عن النبي انه علي بن ابي طالب، حتى في احاديث واردة عن عمر وابو بكر كتير حلوة، بس احاديث اللي واردة عن علي بن ابي طالب انه هذا الشخص كان دايما هو اول من اسلم،
كان دائما في حديث بيقول لسليمان: إن سلك علي في وادي والآخرون في وادي فاسلك مع علي. هذا حديث موجود عند أهل السنة. طب أنا إذا مسلم هون بدي آمن بالرسول تعولي، طب الرسول قال أن هذا الشخص هو ما بيغلط، مش معصوم بس ما بيغلط، طب كيف أنا هون بدي أجي أفكر أنه علي غلط مع معاوية؟ لا، أنا بشوف العكس، لأنه ما كان في أحاديث عن معاوية، كان كل أحاديث موجودة عن علي بن أبي طالب، صحيح أو لا؟ طيب أنا هفهمك حاجة. أولا المفروض أن يكون في منهجية، وهذه المنهجية لا تتوقف على رجل بعينه. صح. يعني بمعنى إيه؟ أنت الآن تقول في صفات في علي بن أبي طالب قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من خلال الصفات دي عايز الخير للمسلمين، فبتقول من باب أولى أن يأخذ حكم الإسلام من به هذه الصفات، صح؟ صحيح. حلو. طيب علي مات في هذه الصفات، والحسن مات وفي هذه الصفات، والحسين مات وعلي بن الحسين، في النهاية هذه الصفات ستندثر، صح؟ طيب يبقى إيه الفائدة منها لما الحكم بعد ذلك سيؤول إلى رجل يصيب ويخطئ؟ ليصيب ويخطئ من هو بالضبط؟ أهو الآن كلهم اندثروا، الآن كلهم أصبحوا تحت التراب. صح. صح. والآن الحكم، الآن حكم الإسلام والمسلمين بصفة عامة في أيادي ناس. صح. تصيب وتخطئ. صح. 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 يبقى القضية كلها ليست في إمام معصوم أو أنه يصيب أو يخطئ، دي النقطة الأولى. أنا طيب صحيح. النقطة الثانية، ليس كل من عنده علم يصلح للقيادة، ليس كل من عنده علم يصلح للقيادة. لذلك عندما أتى أبا ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه أن يحكم بعض البلدان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل ضعيف. صح. هنا دي نقطة. النقطة الثانية، لكل واحد فضائل. يعني أنا دلوقتي مثلا من أتباع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام. فجينا اختلفنا أنا وأنت، استعنا بس. صح. اختلفنا أنا وأنت، أنت تقول لي علي وأنا أقول لك معاذ بن جبل، يروح واحد طالع تاني يقول لك: يا عم انا اختار امين هذه الامة، وواحد تالت رابع يقول لك: ايه هو في احسن من حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السر لا يعطيه لابي بكر، ولم يعطيه لعمر، ولم يعطيه لعلي. يروح واحد خامس يقول لك: والهناك افضل من الصديق. يروح واحد سادس رايح يقول لك: ايه الفاروق الذي منذ أسلم وأصبح الإسلام عزيزا. صح. فكل واحد يحط الخيار اللي هو عايزه. صح. صح. لكن شيخ الخلفاء كلهم كانوا أهل للقيادة، يعني لما استلم أبو بكر الصديق كان هو أهل للخلافة، بغض النظر عن الإشكالات اللي بيتناقشوا معك مشايخ ناس من الشيعة وبيلعنوا هولي، انا بتبرأ منهم، انا ما في اتبرأ من شخص هو كان صحابة النبي، يعني انا هون بكون عم بسب نبي. اولا هون الخلفاء، لحنا اذا بدنا نحكي بالخلفاء كانوا كلهم اهل للقيادة، يعني علي بن ابي طالب هو اهل للقيادة كمان لانه هو خليفة. بس انا ما في، انا تحب اخلص لك الموضوع شكار. تحب اخلص لك الموضوع، اخلصه لك بحاجات بسيطة. عندما استلم علي بن أبي طالب الخلافة وخرج عليه الخوارج، صحيح خرجوا، لماذا علي بن أبي طالب لم يترك لهم مفتاح الخلافة ويجلس في بيته؟ لأنه ما بيقدر يترك الخوارج يتحكموا بالدين، هو خليفة. الله أكبر. طب ما كان خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا سلم المفتاح لأبي بكر الصديق وجلس في بيته؟ لأنه هو ما في يتخطى الخليفة الموجود بزمانه. لا مش ما، لو علي بن أبي طالب بالحق كان خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتل عليها. لا
انا ما عم ناقشك بهيدا الشيء، انا ابدا انا معك، انا ما عم بحكي عن هذا الشيء. طيب يبقى كده خلصنا الجزئية ديت، تعال جزئية التردي، تعال لجزئية التردي. الله عز وجل في كتاب العزيز يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بدأت صحيح. الآية بإيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين، صح؟ صح صح, صح. يبقى إذن من الممكن أن يحدث خلافا بين المسلمين ويحدث قتالا صحيح. بينهم وارد جدا يصير هذا الشيء، صح؟ وارد ولا مش وارد؟ صح صح حلو صح. الله عز وجل بعد القتال ده ماذا قال؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إيه؟ أصلحوا بينهم، بين أخويكم صح. يعني بعد يعني القتال ده سماهم إخوة صح ولا مش صح؟ طيب صح. تعال نروح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في نهج البلاغة بيقول إيه؟ ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة للبصرة، أما بعد فإني خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما. شوف صح. مش أنت بتقول صح. أن علي بن أبي طالب يعلم أنه على الحق دائما، من كان على الحق لا يخير الناس، لا يقول ظالما أو مظلوما. يعني أنتوا شايفين إيه يا جماعة الخير، أنا ظالم ولا مظلوم؟ تمام، إما ظالما أو مظلوم، وإما مظلوما، وإما باغيا وإما مبغيا علي. يعني إما أنا باغي أو مبغي علي، يعني لو شايفين إن أنا باغي عارضوني، ولو شايفين إن أنا مبغي علي فكونوا معي، صح ولا مش صح؟ صح. طب هل هناك إماما معصوما يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يقال لقوم لا يعلمون أنه معصوم. شيخ انا ما عم اقول انه هو معصوم، انا اختلف مع كثير من المشايخ الشيعة، انا بعتبر انه هالاشخاص يمكن هن حاولوا يعصموا نفسهم، انا ما عم اقول هو منزه، لا انا اؤمن انه نحن ديننا كدين هيدا عن الرسول، انه عنا كتاب الله، كتاب الله هو هيدا حديث الرسول، اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرة آل بيتي، عطرته آل بيتي انه هو من عطرته، مش انه هن معصومين ومنزهين عن كافة الخلق، هن اشخاص منزهين بشغلة واحدة، انه هن من اهل بيت الرسول، والرسول كان في احاديث كتير عنهم انه الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. يا غالي ما هو كلمة عترتي اهل بيتي لا تشمل علي والحسن والحسين فقط، بل تشمل جميع أبناء علي بن أبي طالب وآل عقيل كمان، وتشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فدي وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقصروا في حق هؤلاء، وليست أساسا ما ولا يقصد بها حكما. طب شيخ أنا بس إحنا مشينا، أنا عايز بس أكمل لك الرواية عشان فيها شيء جميل ممكن. طب أنا كيف بس بدي أسألك سؤال صغير هون. طب أكمل لك الرواية دي وبعدين نبقى أسأل. تفضل. تمام، إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه، وإني أذكر الله من بلغه، أذكر الله من بلغه كتابي هذا. تمام، لما نفر إلي فإن كنت محسنا أعانني، وإن كنت مسيئا استعتبني، ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يختص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين. بص بقى بيقول إيه؟ وكان بدي أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد، ده بيقولها على أهل الشام يعني جيش معاوية، بيقول إيه؟ والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدوننا. تمام، لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. هيدا موجود بنهج البلاغة، ما هيك شيخ؟ موجود في نهج البلاغة. طيب شيخ أنا الموضوع بس لنخصص بس عشان ما نطلع. تفضل اسأل سؤالك. تفضل. إيه أنا قلت لك أنا ما عندي أي خلاف مع الخلفاء الأربعة، وحتى في بشخص معاوية أنا ما في يقول إنه عنه هو منه منيح وإلعنه، بس أنا كنت عم أقول لك هون إنه هو صار في خلاف بيناتهم. طيب أنا خلينا نشيل الخلاف اللي صار بيناتهم بين علي بن أبي طالب ومعاوية،
حنشيل هذا الخلاف، نيجي للخلاف اللي صار بين الحسن ومعاوية. كنا بعدنا بالحديث انه الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. طب هون معاوية مشي بحديث الرسول؟ لا، هو كان بدهم يحاربوا كمان من بعضها. هلا اللي احنا بنجي هون الصراع اللي كان موجود بوقتها، الصراع العلوي الاموي، هيدا كان موجود. يعني كان فيه هن كيف فينا نقول عائلتين او قابلتين، لهن بنو هاشم وبني اميه. انا بالخلف اللي قبلهم ما بغلط، ما فينا نغلط ابدا باي شيء عنهم، بس ما في كان ما كان ظهر اساسا لسه خلافات وتقول نحن بنو اميه ويقولون نحن بنو هاشم ونقول نحن عباسيين. بعصر يزيد، بعصر يزيد بلش الخلاف. احنا بنتكلم في معاويه دلوقتي، اما يزيد دي قصه تانية خالص. صح بس على العموم ان انت انسان كويس، بس عشان في اتصالات كتير ربنا يبارك فيك حبيب